كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف هل يعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. سبحان الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون حسب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم.